إلى بعض من التجمع، إلى بعض القليل. لكن كلنا نعلم إن مصر عليها ثقل كبير جدا، ومع هذا تمكنا إلغاء بيع أراضي النوبة وسنبل وبصل وأليلان عن طريق الحكومة، وبالتحديد عن طريق الأمن العام اللي أسهموا معانا وبلغوا طلباتنا بشيء عقلاني منطقي وشبابية حصلنا به على إلغاء هذا عن طريق الحكومة. ألغينا بالتحديد تدريب المجتمع النوبي في مجتمع غير النوبي عن طريق ناس المخلصين في الدولة. حذفنا حاجة اسمها وادي كركر كمنطقة أولى وأخيرة. الكلمة دلوقتي على 6 مناطق، 7 مناطق حتى نصل إلى 14 موقع اللي حددها لجان المتابعة كأعلى سقف للمطالب النوبية على الإطلاق. من الشلال لأريدان على الضفتين، من الشلال لأريدان على الضفتين كما كان أحياء لكينونة النوبة بإرثها بحضارتها بتراثها بمحافظها بكل كيانها. هذه المنطقة احنا بنركز على 3 أشياء أساسية. الشق الأول الإجماع النوبي في مؤتمر من 2009 مكونة من العمر والمشايخ ورؤساء أحزاب ورؤساء محليات وشخصيات اعتبارية ونادي نوبي ولجان متابعة، كل أجمع على العرض أي كائن ما كان داخل الحكومة أو خارج الحكومة يحب يلعب على وتر الاختلاف ده عبث لكل المجمعين. الدولة احنا مش هنسيبها وراها لحد ما نطلب مستحقاتها بالكامل. السادة الأفاضل، لم أرى مطلقا أي منطقة في مصانع الحديد تكبلت ما تكبلته النوبة من أجل وطنها الكبير مصر، ويشهد ذلك 4 هجرات مأساوية ضاع فيها الحرث والنفط. نراه الآن كشريط سينمائي يكاد الفرد منا يفرغ محتوى معدته متقززا مما رأيناه. تخيلوا عشوائيات التهجير، والله هي أشبه بآثار الجدارية على الوجه. أي تخيل أي تصور لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة. لقد كانت حكومة السادات رحمه الله آية في الوفاء لأهل الخنادق في ثاني البواسل بعدما هجروا إلى معظم محافظات مصر، وحين انتهى السبب أعلم إلى مقانون احتفالية عظيمة من قبل الدولة بعد تعميرها كدين مستحق لهم. نحن لا نطلب غير هذا يا سادة. 44 قرية مع صدرة في مدن القناة اتبنت مدن كاملة. احنا بنقول 44 قرية لا أكثر ولا أقل في منطقة الإسلام نعيش في وداعة اطمئنينة اطمئنان نساهم في إسراء مصر وفي تنمية مصرنا الغالية. هذه الأرقام القليلة يجب أن يستوعب الفئات الآتية: المغتربين، الخريجين، المعلمين أو صغار الزراع، الفكر الأسري، صغار المستثمرين النوبيين، ثم ضيف الصحراوي. طلب ما أبسطه. هذا الكلام الدولة طبقته في كافة محافظات مصر حتى الذين لا يعرفون معنى التصحيح. الدولة أدت كل خريج بيت 5 جلد، احنا عندنا خريجين في النوبة. أدت كل صغير من صغار الزراعة والمعلمين بيت 5 جلد، احنا عندنا صغار الزراعة والمعلمين. أدت للفك الأسري، احنا عندنا فك أسري. أدت صغار المستثمرين، احنا عندنا صغار المستثمرين. أدت البعد الجغرافي أو الظهير الصحراوي، نطالب بهذا. منطقة كومبو كما تعلمون منطقة كبيرة ورانا جبال، ما فيش مكان أصلا للتوسع، فالمنطق والعقل يقول إن احنا يكون توسعنا في جنوب السد في أراضينا الأصلية اللي هجرنا منها قصرا بسبب إسعاد مصر. هذه حقيقة.